أكلات من الجهات في مطبخ الحياة. عسلمة، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين اللي برونشي معنا توا على 90.3. بما ان في اجواء الريفيون، في اجواء الاحتفالات، اكلات من جهات باش يواكب الحدث. واليوم باش يكون سبيسيال ريفيون مع مدام راقي المرابط، باش نشوف المنيو اللي حضرت هنا، اللي ما شاء الله الطاوله تاعنا باش تكون مزيانه وبنينه برشا. عسلمة مدام راقي. صباح الخير أرواح، مرحبا بك انت. ان شاء الله نتمنوا عام سعيد للأمة الإسلامية الكل، واحنا لهنا بما ان في اجواء الاحتفالات ومحفلينها مع الحياة فهم، قلنا معناها مع مدام راقية لقدا والفيانة باش تورينا كيفاش نطيبوا المنيو بتاعنا، وبعد باش تورينا كيفاش نحضروا الطاولة نتاع الريفيون باش نستقبلوا بها الضيفين، ولا حتى احنا في الدار نفرحوا برواحنا في بعد الامتحانات وبعد التعب وبعد كل شيء. قلنا علاش ما ندلوش رواحنا فرصة. شوف، هو راهو في راس العام، هي لمة حلوة، هي لمة سيت اون اوكازيون باش يقول انا بون راس عام مش لازم نخرج ولا باش نسهر في وتيل، لم صغاري، لم حفيدي، لم ولادي، نقعد مع راجلي، حماتي، لا فامي، تلم لا فامي وتحاول باش تعمل عشاء اللي انت مش في العادة تطيبه، معناها تحاول تعمل كيف مش تقول باش نعمل اي كسكسي او مقرونه وهاو، حاول باش تعمل حاجه جديده وحاجه خفيفه باش تكون خطره في الليل بتاع واحد يقول ان شاء الله عام مبروك، نقول ان شاء الله يتعدى لنا هكا عام الكل صحه والكل عافيه، نحاولوا باش نعملوا حاجه جديده اللي با لو كوتيديان دو تو لي جور، معناها نعملوا حاجه جديده. نحاولوا باش نبداو بالسوب. اي بالسوب بيان سور، لونتري هذيك ولا لونتري السوب تو الناس نطيبوا لي سوب الكل نطيبوا، ماذا بينا في ليله الغفيان نعملوا سوب، نعملوا ان بيسك دو كريفيت. بيسك دو كريفيت، بيسك دو كريفيت سي تري فاسيل افير، سي تري بون، معناها حاجه سهله ياسر، تشري كريفيت، حتى رطيل الكريفيت فما حتى مشكله، تقشرهم، نحي الروس، الروس تريح. هو دو بريفيرونس تكون جويده ولا خشينه باش نشوف، ولا هو لو بيسك دو كريفيت ديما جيده جويده، خاطر باش تترحار وما فما حتى مشكله. اشري ارخص كريفيت اللي تنجم تقدر عليها، معناها نتاع 13 دينار لكيلو 12، معناها انت وشنو اللي موجود، اما هي يلزمها الجيده، معناها ما فما حتى مشكله. نحاولوا باش نعملوا قدك احنا بيسك دو كريفيت، الوغ البيسك دو كريفيت تقشر تلوح القشره وحاول باش تخلي لي الراس. الراس هذيك تغسله مليح وتحطه في القمصان وترحيه، اروى ترحيه 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 بالكدا، ومن بعد تصفيه. تصفيه بعد تصفيه وما تلوحوش، تصبه فك الطنجره انت هذيك، تاخذ الكعبات الكخافات زاده ترحيهم بشويه الماء نتاعك اللي انت رحيته وصفيته الكخافات اك الشفغات، حنا نقولوا الشفغات، ترحيها وتحطها معاك الراس هذيك، تحط مغيرفتين فارينة فك الواحد هذاك، وتحط 100 غرام دو بور، وتبدا تحلهم هكيك حتى لين يوليو كل حصيدة جارية، شوية ملح وفلفل كحل، وتحط مغيرفتين كريم فريش. هذاك هو البيسك دو كريفيت نتاعو، سي رافيني سي بون وسهل على الاخر. ونبدلو نعملوا صحيفات صغار هكا، نحطهم شويه قارص شويه معدنوس من الفوق هكا جيده تتقص، وهذاك هو شربه نبدلو على لي سوب نتاعنا الحلال ومشربه الزعره، هذا هو لو بيسك دو كريفيت، ماذا بينا نعملوا في راس العام حاجه بنينه، وضياف العائله نتاعنا الكل نعملوا له حاجه جديده، خلي يطعم وقرجمهم ياكلوا حاجه. معناها كي نقولوا ماشيين متضيفين ريفيون، مش يبدا ريفيون ريفيون، هذا معناها حاجه سبيسيال وحاجه جديده وحاجه ماشي مالوفه. احنا ديجا كيما قلت انت نعملوا شربه الشعير، نعملوا الجاري، نعملوا الحلال، احنا فيك معناها ريفيون خلينا نعملوا حاجه سبيسيال هكا، معناها نعطيو نمشيو في الجو نتاع الريفيون. حاجه بلينا بيسك دو كرافيت سي رافيني سي لو ريفيون، معناها هما اون جينيرال دون لي زوتيل الكل يعملوا هذه في التراس العام كومونتري. انت تعملوا عيشنا الجو نتاع الاوتيل مش ماشي الاوتيل، خلينا نجيبوه للدار نعملوه في الدار ونعملوا له حاجه بنينه وحاجه رافيني وما تتكلفش برشا. هاو قلت لك رطل شفغيت تبارك الله تعمل لك طنجره باهيه بالبيسك دو كريفيت هذيا، وصحه وبالشفاء. يعيشك. توا احنا عملنا لونتري بالطبيعه مازالت متواصله الحاجات البنينه والحاجات الرافينيه اللي تحكي عليها انت، دونك شو باش تعمل لنا توا؟
شوف هو كل قدير وقدره. فما ناس قولك نشري دجاجة نطيبها نحطها في الكوش نعملها بطاطا ما فما حتى مشكلة. فما انجيغو فخسي بالسبناخ يتحل تمشي للجزار متاعك تقوله حله لي وتعمل دي زيبيناخ في وسط السوتي بالزبدة وتثنيه تربطه بالخيط وتحطه زادة بيه برشة تعمله بطاطا. فما دانت فخسي تنجم تقبل بالشتاني بالقسطل تعملها تعمل طيب الروز وطيب تحشيها بالروز وبالشوية شوية الحم مفروم وتحشيها وتخيطها وتحطها وتزينها بالبطاطا. هذوما تنجم تعملهم ثلاثة زادة. فما كناغ لورانج زادة يجي يبيعوا الكناغ زادة تعمل كناغ لورانج. هذوما سهلين تفوح بالملح والكليل والزعتر وتحك بشوية زيت زيتونة هو طول الدجاج والداند والكناغ بريسك نفس الميم غسيت دونك تعطي هنا كيفاش الرسيت باش نتبعوها احنا باش نعملوا مثلا شنو الدجاج تحبوا لا الدجاج مثلا نبداو بالدجاج هو كيف كيف كما قلت انت راهو كيف كيف نفس الفواح ونفس الطريقة متاع التحضير متاعه الكل كيف كيف تاخذ الدجاجة تغسلها وتحكها وتحكها بالقارس بالكدا وتفوحها بالملح في الفلاكة وتحكها بالمتاغد والثوم المتاغد اللي هي الخردل الخردل تجيب بنينة بالخردل ديجا يبيعوا فيه راهو معناها تمشي لأي سوبر مارشي تلقاه موجود الخردل وشوية كركم تحكها بشوية كركم وبعد تاخذ انت طيب 250 غرام روز هذه دو بريفيرونس فما شكون يعمل مثلا الحاجات هذوما الكل يعملهم قبل بالليله ويبيتها في الفريجيدير معناها هي تنجم هكا وتنجم هكا والعبد مزروب يقول لك بالوقت عادي هو دو بريفيرونس هو تولع شي في الليل طيب في الصباح من الصباح نحضروها عندك الصباح عندك نهار كامل في 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 عقلك معناها اروى تنجم تعمل هذه الكل في عقلك راهو من الصباح تاخذ الدجاجه تفوحها تخليها ترتاح تحكها بالخردل وبالملح في الفلك حلو شويه كركم ثوم قرص تشيخها وتاخذ شويه زبده تجي تحت الجلده وتحط الزبده خاطر هذيك هي البنه نتاعها بعد ويعطي حتى الكولور نتاعها الدوريه تحرقك الزبده تعطي مطعم وتولي الجلده تقرمش تسيب السافور نتاعها في 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 الصدر نتاع الدجاجه وفي الدجاجه الكل هذيك تخليها كيكة انت والكليل حكها برشا كليل كليل وماذا بينا كليل مرحي وكليل حي الحي الاخضر هكيكة تاخذ شويه لحم مفروم لحم مفروم ابوبخي 200 غرام لحم مفروم تعرجهم شويه زبده وبصل وملح فلفل اكحل وكركم وقت اللي يطيبوا انت تاخذ الروز تطيبه تاخذ الروز بسماتي ولا المفور ولا اللي تحب اي نوع نتاع روز تقليه في شويه زيت وبصل وتصب له الماء كيف يطيب تاخذ اكل لحم المفروم وتخلطه معاه مع الروز دخلته مع الروز وتحب الكبده نتاع الدجاجه فوالا مش نقول لك فما شكون يعملوا انا ديجا بيرسونيلمون نعملوا بالكبده معناها طيب بالكبده بون خلي في راس العام مع الكبده نعملوا له شويه لحم مفروم نعملوا شويه لحم مفروم قلت لك انا سي ان روبا معناها دو فيت سي ان روبا كوبيو نتاع ليله راس العام نعملوا انا بالكبده ديما اما هكا ليله راس العام نعملوا له شويه لحم مفروم ندلوه شويه لحم مفروم وناخذوا شويه شامبينيون فري شامبينيون فريش كذاك نشريوه هكا في المغازات يبيعوهم نغسلوه نحطوا له شويه ثوم وشويه زبده ونقليوه كان ما لقيناش حتى الفري نجمو نتاع المصبر هذاك عادي ما حتى مشكله وهو الشامبينيون هذاك تعرجوا من الاول معناتها تحطوا في شويه هكا زبده اي تعرجوا بشويه زبده وتعملوا شويه ملح في فلك على شويه ثوم ومن بعد تخلطوا بالروز سي بون سادان تري بون جو معناها يزيد بنين فهمتني ما نعملو جلبانه اللي تراس العام نحاولوا باش نعملو حاجات ان بو ريش ان بو هكا اللي ما نعملوهمش كل اللي ما نعملوهمش ديما فقط هو عشيه راس عام ماذا بينا نبدلو على لا روتين نتاع العام الكل نعملو حاجه هو العبد يبدا فرحان يقول غدوه عام جديد وراس عام اليوم باش نشيخ طاولتي باش نزين طاولتي فهمت كيفاش بون تحط الشامبينيون كالصوص نتاعو الشامبينيون انت قليتها واللحم المفروم والروز طايبه تخلطهم وتحشي دجاجتك تاعنا تشوفي فارسي لا 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 لو بولي نتاعك بالكدا تعبيها بالكدا
هما يحطوا عظيمات في وسطها؟ لا مع الروز لا مع الروز لا. تعمل بالسبناخ نتاع العام نتاع العام لو كوتيديان فما حتى. اما الروز الروز يمشي بور لا فيت فهمتي بالشامبينيون وبال سون فرماج. انت حبيت حاجه فينو حاجه سبيسيال حاجه ما نعملوهاش ديما دونك مره في العام بوركوا با نعملوها بالروسيت تاعك مدام هذه روسيت مدام راقي سبيسيال مدام راقي. وكي تحب تعمل دي سوسي تو بو فير سا فوالا اللي بتشري من عنده الدجاج هو يعملها لك الديسوسي نحيت الدجاج العظام نتاعها وتشد روحها من بعد اذا كان نحيت العظام نتاعها تشد روحها اروى تشد روحها ومن بعد تشدها بالكوردون ولا تخيطها زيت تصب عليها نفيفه زيت زيتونه وتحطها تيب في الكوشه نتاعها فهمتني وتعمل لها تحب شويه بطاطا ماذا بينا لا خاطر فيها الروز وكي يقعد لك الروز بالحبل مفروم بعد تزين وتحطه في شقيله تقص دجيجه تقص مغص دو بولي مع لا فارس هذيك باش تبدا مزيانه وتزيد تحط انت من الروز اللي انت مطيبته معناتها انت وعائلتك مثلا انت شو تعمل رطل تعمل كيلو تعمل ثلاثه دجاجات مزيانين في بلاتو كبير محطوطين انت والعيله نتاعك مش كيما فامي صغيره على بيرسون كيما نتاويت ولا دي بيرسون وتزينها بالليتو افيك دي طومات سيريز تزينها تعملها ان بو سكري سالي تحط لها شويه اناناس هكا تزينها بالاناناس تزينها بال الاناناس فري الاناناس الاناناس في الحكوك ملحكوك نتاعنا هذاك ما يسالش تخرج وتزينه هكا بور غارنيغ بور فير ان بو دو هكا ان ديكوراسيون ان بو سبيسيال بور لو جور دو لا في دو ريفيان فهمتي كيفاش هذا هو معناها الدجاجه نتاعنا وهي تمشي كما قلت انت تمشي مع تمشي مع ديجا داند وتمشي مع تعمل لو داند زاد فارسي تعملو بهكاك لا ميم شوز وقلت لك تزين بالقسطل تاخذ شويه قسطل طيب وكيفاش طيبوا القسطل تحط شويه سكر وماء وترميك القسطل هكا حتى اللي يشيح الماء يتيب تزينه ترمي فوق الدجاجه هكا القسطل تظهر ان بو هكا ليفير راس عام الثلج الشتاء وكيكا معناها خاطر هو القسطل معروف على الشتاء اللي راه القسطل يقول الشتاء تزين هكا تعمل بالقسطل تحط القسطل فوق الدجاجه هكا تعبيه بالقسطل تحط رطي القسطل تزينه ترمي فوق الليتو مع التومات سيريز تبدا تحط وريقه كليل تظهر كانها كل سابان دو نويل هكا معناها سي بور غار جو بور لا فامي pour les enfants les صغيرات معناها ديجا يتعرفوا على شنو نعرفوهم شنو راس العام وكيفاه جا وكل شيء وسيدنا عيسى نحكي له مع القصه نتاعو بالكدا معناها خاطر عامل لهم انت توا بيان سور البروغرام باش تحكي لهم شويه باش تدخل هكا في يدخلوا في الجو نتاعها نتاع سيدنا عيسى والكل بالطبيعه مش نشوفوا شنو هي الحكايه نتاعو والقصه نتاعو بالطبيعه خاطر شفت الجو الاحتفالي ديما فما فيه حاجه هكا ايديوكاتيف نمروا للصغيرات نقول اجا نحكي ونقعدوا على طاولة العشاء نحكيوا الحاجات معناها اللي تهم الصغيرات حتى تنفعهم من بعد يقولوا شنو يتسائلوا الصغيرات تقول شنو هو راس العام وعلاش نحتفلوا به هي الصحيح مناسبه مش نتاعنا مش نتاع المسلمين لكن بوركوا با تسامح عنا تسامح الاديان ونحكيوا على الديانات الكل هو راس عام نتاعي عالمي معناها راس العام الناس الكل تحتفل به انا راه العباد تبدا راس العام روحه بخبزات الجاتو تقول معناها عندهم 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 فيشته في الدار عندهم عنده حاجه حلوه باش العام يتعدى حلو هو سبب للاحتفال وكل العباد معناها عام كامل خدمه وتعب وستريس بوركوا با كي جينا فرصه باش نفرحوا علاش لا نفرحوا بالطبيعه انما الاعمال بالنيات احنا نيتنا معناها هو الرسول وهو نبيك الانبياء الكل سيدنا عيسى وفما الكانت على لورانج زاد بنين برشا يتعمل قلت لك هذا يتيب اما من اون لو فارس با ما نعبيوهوش ما نعبيوهوش نطيبوه ومن بعد بيتيب بنين برشا زاد هذايا كان تنجموا تعملوه تنجموا تعملوه بالدجاج اللي ما يلقاش الكناغ يتعمل له بالدجاج انا نعمله بالدجاج مثلا نعمل الدجاج هكاك تاخذ الدجاج تطيبه ملح فلفل اكحل وزبده وشويه زيت وزعفران وكركم وتحطه في الكوكوت يتيب وقت اللي يتيب هو باش يسيبك الماء نتاعو ناخذوا كعبتين بورقدين تومسون ونعصروهم ونصبوه فك الجو بتاع الكناغ ولا بتاع الدجاج فهمتني هذه زاده راهي روسيت بنينه برشا ومن بعد انت تعصرها هذيك من بعد هو ياخذ لا سافور القوه بتاع الدجاجه ولا بتاع الكناغ بعد تهزوك البرقدين هذيك يختاري ولي كل عسل شوية
تصبوا فوقك الدجاجة هذيك وتاخذ برقدين تقصوا أشتار 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 وتدوروا فوق الدجاجة بالدجاجة هكا وتحطوا زيت راي حاجة بلينة برشا حاجة بلينة. هانو مثلا إذا كان أنا 4 غوسات لو جيغو فارسي أو زيبينار زيدا سافي بور لافيت عندكم لو بولي فارسي بالروز داند بالقستل وبالروز وعندكم لو كانار لورانج هذو ما يتعملوا افيك لو بيسك دو كرافيت كومونتري مثلا في الدجاج نبداو مثلا عن دجاجتين ولا ثلاثة نجمو كل دجاجة انزينوها حاجه نجم كل ديجا نعملها مش لا معناها يلزم نحطهم تبارك الله عليك اروى تبارك الله عليك انت ظلي طاولتك سنبش تشيخهم ان شاء الله ان شاء الله عملهم الى دجاجة بال لنوعدهم دجاجة بالبرقدين كما قلت لك انا ودجاجة بالروز ودجاجة هكا بالقستل وبالواحد سي فغي انت باش طيبهم ثلاثة كيف كيف ولا ميم غسيت وانت تنوع احنا دجا مع الاحتفالات في الحياة تفهم جون كبير ما شاء الله معناها بالحق باش نشيخوها مع الله الحمد لله يا ربي ان شاء الله عامنا مبروك وان شاء الله يتعدي لنا بالصحة يا ربي ان شاء الله به احنا عملنا بيان سور تقعد لنا الحاجة الحلوة اللي هي معناها عندك زادة برشا حاجات زادة عندك لو غراتان فروي دو مير زادة لو غراتان فروي دو مير ساهل زادة تعمل اون صوص بيشاميل تخي ليجير معناها فارينة وزبدة وحليب تعملهم جارين تحط لهم كريم فريش تحط شويه جبن وتاخذ انت الكالامار طيب وتقصه اون رونديل تاخذ الكروفيت تقشرها وتحطها في البلاتو نتاعك تاخذ شويه ليمون كان فما كعيبه دوغاد طيبه في الماء وتاخذ لها تفصصها وتحطها تعمل لو بلاتو او فري دو مير وتصب فوقها اكل الصوص بيشاميل الكل وتحط ذره جبن تحط شويه شامبينيون فوق الفري دو مير وتحطها في الكوشه زاد حاجه بنينه روعه بنينه الكل نحطهم في الكوشه اي الكل في الكوشه بنينه برشا سي تان غراتان فروي دو مير ولا تاخذ زاد لو فولوفون عندنا لو فولوفون يبيعوه بارتو تاخذ لو فولوفون تعمل لاصوص بيشاميل خفيفه باك الفروي دو مير هذيك وتعبيهم وتحطهم زاد في الكوشه افيك اون سالاد فيرت زاد بنين زين طاوله فهمتي بيان سور السلطه لازمها تكون حاجه تجدد وحاجه بنين السلطه رئيسيه بالطبيعه في يلزمنا تعمل مع لو فولوفون هذيا فما لي كوكي سان جاك زيد تعبيهم بالفروي دو مير تاخذ الكوكي وتعبيها بالفروي دو مير فما لونغوست اللي يحب اللونغوست يعملها مقرونه اللي ترس العام زيد بنينه تجي بيضه وتحط فوقها لي طومات سيريز فما الكروفيت اللي تعملهم بالملسوقه عملناها ديجا هذا في رمضان هكا ولا تعملها تزين بها طاولتك تفكرنا بها هذيا الكروفيت اللي في الملسوقه هذه الكروفيت بالملسوقه تاخذ الملسوقه موين مش جيده ومش خشينه برشا مش مشكله وتاخذ الملسوقه تقسمها اون 4 هكيكا وتقشر الملسوقه تشقها تحط فيها شويه الكروفيت الكروفيت سامحني تشقها وتحط فيها شويه كبيره نعمل. شويه دو بريفيرونس كبيره تقول. كبيره تروح ملح فلفل اكحل وتعصر قارص وثوم وتحط الملسوقه وتدورها تدورها 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 حتى توفى اخر وقت تعمل البلاتو بتاعك اخر وقت تقليهم قبل ما يجيو صغارك ولي زانفيتي نتاعك كل شيء تقليهم وتحطهم فوق اني دو سالاد سي تري بون معناها بنينه برشا وهيله وفيحه والكل فهمتني فما لي زويتر يجيو راه في مونوبري هنا وفي مغازان راهم لي زويتر تحب تشري لي زويتر يتحلوا تحط فوقهم القارص والثوم وتاكلهم يزينوا الطاوله زاد يزينوا الطاوله يزينوا الطاوله حتى ما شاء الله الطاوله نتاعنا بالحق معناها باش ننافسوا بها الوتله احنا اللي ريستورون باش ننافسوا بها الريستورون تروا فرشات فما زيد حاجه بنينه برشا هي تاخذ لابات فيتي موجوده البات فيتي بارتو تحاول باش تعمل انت لو باترون تاع حوته تعطي حتى لبنتك تقول باش تاخذ الورقه هذيا وباش تعمل لي حوته تعمل لي هكا وهكا وهكا فهمتي تاع فورم تاع حوته اعطي لبنتك اروى قول لها اعمل لي كاردون اعمل لي حوته تشي البات فيتي وتقص انت على كل كاردون هذيك الحوته تعملها حوته وتحطها تيب في الفور هذيك تعلى شويه وتبدا مزيانه برشا تاخذ الحوت الدوغاد مكدس الدوغاد تمشي الحوت بتاعك انت وعائلتك مثلا فوزيت دي بيرسون ما تاخذش 10 حوتات تاخذ 5 حوتات خاطرك الخمسه حوتات هذوك باش يوليو 10 حوتات تقسمهم على اثنين تقول له اعمل لي لو فيلي يدحي لك كل فيلي وتلوح الدنيا الكل تاخذ لو فيلي تخلي الراس تعملوا شوربه تعملوا حاجه لكن الفيلي هذيك اش تعملها يا اروى تشويها هكا شويه دوبليش تشويها دوب تشد روحها ومن بعد انت تحطها فوقك الباتفيتي طايبه هذيك في الفور وتحط فوقها شويه سبنيخ وشويه جبن وتحطهم فوقك الحوته هذيك شويه كريم فريش وتعاود ترجعها من الكوشه دوب يشدوا روحهم
c'est un repas très très bon, c'est un repas de réveillon. اي بنين على الاخر ظاهره معناها هذيك زاد روسيت نتاع انا نعملها انا لصغاري وراجلي نعملها في راس العام ما تتكلفش وبنينه واللي يحب يزيد كعب اخرى زيد وعلى خاطر هايله بنينه برك تنجم تعملها شويه مقرونه بالكريم فريش تعملها شويه بطاطا مقليه وسي بون بنينه برشا معناها انت لهنا عملت لنا كل الحاجات معناها تنجم تكون سبيسيال ريفيون بعدنا على الكوستيو بعدنا على المقرونه ماذا بينا ماذا بينا اللي يسمعوا فينا عملنا حاجات نحاولوا باش نعملوا حاجات غفيني وتنجم تعمل تنجم تعملهم الكل خاطر ما همش ما يتكلفوش برشا وبنين وتبدل تعمل جو للعائله نتاعك تقول اليوم ما عملت لنا حاجه غفيني وحاجه نتاع راس عام حاجه واحد يحاول باش يعمل نقعد في الجو نتاع الاحتفالات والجو الاحتفاليه وكل شيء ومعناها واحنا الطاوله نتاعنا بالطبيعه معاك انت مدام راقيه باش نمشيو من بعد انت احنا في ضيافه دار المرابط من بعد باش توريني كيفاش نزينوا الطاوله نتاعنا نتاع الريفيو يعطيك الصحه معناها ديما انت تواكب الحدث وتواكب الاحداث وديما مضيفتنا عندك مدام راقيه شكرا ليك دونك شنعملوا توا حاجه كوم حاجه حلوه في شوف تنصحنا باش نطيبوا حاجه حلوه ما يلزمش حاجه عربي في راس العام ديما نمشيو لحاجه مع الماكله هذه ما نجوش مثلا نعملوا رفيسه ولا نعملوا حاجه ان بو سبيسيال تنجم تعمل بيوش سهله بيوش تعمل البات نتاعك زوز اربع بغار فرينه كعبتين عظم وباكو خميره تركضهم مليح مليح تحطهم فوق البابي كويسون تتحلك تقلبها فوق اون سيرفييت اوميد وتشي نوتيلا تحط النوتيلا لي زونفون يحبوها هذه حاجه تعمل خبز بسكوي حاول خبز البسكوي نتاعك ما تعمليش كيما العاده بدل اعملها اون فورم دو كيك حطها في الكيك في الكيك اعمل بسكوي نتاعك بالو بالقهوه حطه واعمل الكريم او بوغ نتاعك ولا بالكريم شانتيه كل واحد كيفاش يحبها وتعمل فرشه 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 حتى يتعبي لك الكيك من بعد تقلبها تعملها بالموس وشوكولا لا موس وشوكولا سهلة تخدم موس وشوكولا وتحطها تعمل كريم او بوغ تعمل شانتيه وتزينها بالفريكون في بيحتضر زيد بوش تعمل خبز الجاتو نتاعك لا جينواز تقصها حاول باش تعمل ليله راس العام لو جاتو نتاعك اللي انت تعرفه حاولوا باش تعملوا مستطيل معناها نتاع حاجه نتاع بوش فهمتي اللي يقدر كل واحد يقدر كيفاش يعمل حاجه سهله وبنينه برشا يعطيك الصحه مدام راقيه ان شاء الله مره اخرى نقول ان شاء الله عام مبروك سعيد على الامه الاسلاميه أمين. الكل ان شاء الله يا ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا وان شاء الله يبتعد علينا الكورونا العام ان شاء الله مع العام الجديد ان شاء الله يا ربي نكونوا في صحة وفي في عافية وإن شاء الله الطاولة متاعنا مزيانة برشا مدام راقية كل الشكر الجزيل لك بالحق طاولة تحفونا على الأخر وانت عايشنا الجو متاع ريفيون ديجا وإحنا عايشينه مع الحياة فيم شكرا لك مدام راقية على حضورك شكرا لكم أعزائنا المستمعين تحية كبيرة لليكيب الكل اللي كان حاضر معنا في استوديو أمنة بوخيت وسيف في الديجيتال زيدا تحية شكر للي خرجوا معنا لدار المراب بيصورونا الطاولة شكرا لكم وإن شاء الله عام مبروك على الناس الكل عسلامة ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين كالعادة والله لا يقطع لنا عادة في كل مناسبة تستضيفنا مدام راقية المرابط في دار المرابط كما قاعدين نشوفوا اليوم سبيسيال ريفيون باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نزينوا الطاولة متاعنا وبالطبيعة شفنا في الجزء الأولاني متاع البرنامج شنو المنيو اللي حضرتونا مدام راقية مع بعضنا جينا لهنايا بالطبيعة استضافتنا مدام راقية باش تورينا الطاولة متاعنا كيفاش نزينوها على خاطر تزيين الطاولة ستانار ومع راقية المرابط بالطبيعة تزيد الجمالية على جمالية مرحبا بك مدام راقية صباح شكرا لك على الاستضافه مره اخرى انت في كل مناسبه ما شاء الله مضيفتنا بحذاك في الدار وكل مره تعطينا التوش المزيانه نتاعك اليوم مع بعضنا باش تورينا كيفاش نزينوا الطاوله نتاع ريفيون هي الطاوله نتاع عشيه تاع راس العام هي مزيانه كيما نشوفوا لنا ما شاء الله عليها الطاوله بالطبيعه
فارغه، مازال العشيه ما طابش نتاع راس العام، قاعد انكور قاعد يحضر. انت مش تورينا بالضبط كيفاش نزينوا الطاوله نتاعنا، خاصه كي يجيونا ضيف مثلا جدد للدار، ما همش معناها من العيله، نقولوا حتى من العيله ما يسالش بوركو با ندلهم. دونك يعني انت لهنايا مش تحكي لي كل حاجه محطوطه فوق الطاوله شنو مثلا لهنا كيما قاعدين نشوفوا تغوا فورشيت لهنا نشوفوا معناها لي كوفير على معناها شنو مهذومه لي فورشيت لنا لي كوفير لي غادي كيفاه الوغ شوف لازمك ديما تحط الكريسي بيان اليني كومونسي باش كي تبدا تدخل انت للطاوله تلقى كراسيك ديما مستويين قد قد، مفيش كرسي داخل وكرسي خارج، هذيك ديجا سي لارج دو لا تاب، معناها اول حاجه هما الكراسي. باهي بعد الكراسي تحط النار، النار نتاعك بيان سور مزيان. لاتوش هذيك هي اللي تعطيك النظره الاولى نتاع الطاوله، يبدا الناب مش مكمش معايا، وتورينا الهدا نتاع المراه نتاع مدام راقيه بيان سور، من الناب نفهموا الهدا نتاع المراه. باهي محدد مريقل اي بعد نمشي. احنا كل واحد وكيفاش يحب يحط طاولته بيان سور. انا كنت جي دي زانفيتي هنا وكل شيء في دار ديما نبداو لاسيت بلات هذيا لا بروميير اسيت هي اللي نحطوا فيها اللسحنه نتاعنا بور سيرفير. هاي اللسحنه نتاع التقديم نتاعنا كيما قاعدين نشوفوا لهنايا مع بعض. هذه الاولى تتحط وبعد يجي وراها فوق الصحن هذيا البلا نتاع البلا برينسيبال هذيا صحيح. وبعد عنا هذه نتاع السلايطه، وبعد هذا عنا بور لا سوب هذه لونطري نحطو، معناها هما ديجا منظمين لونطري وبعد السلطه بعد البرا برينسيبال. واضح. بعد عندك ديما احنا نحاولوا بور ميتر بور فير اون بلتان هذه التوش نتاعك انت مدام راك هذه عملتهم انا هذه تحشي تدخل السيرفيات في البورت سيرفييت، اسمه دي بورت سيرفييت حطوا فيهم خاطر سي بلو جولي وقت تلقى هو ديجا من حاس لهنا معنا انت حاس طلعتهم حاس وعملت لهم هكا البومبونيت هذوك وعملت لهم سي تانار معناها حاجه تعملها مزيانه. هذيك توا البلاتو نتاعنا الاولاني لاسيت نتاع البلا برانسيبال سلاد لا سوب اي لا سيرفييت كيفاش تتحط في وسط هذه التوش اللي لازم نحطوها. باه واضح. بعد احنا وين نمشي نبدا الوغ باش نبدا عندك هذه سي لو كوتو نتاع القصه يبدا هو ديما اول حاجه ديما اول حاجه تبدا هي محطوطه عندك بحذاه سي لا كويير بور لا سوب المغرفه نتاع السوب اللي باش ناكلوا بها ديما السوق. عندك المغرفه والسكينه ديما على يدك اليمين المغرفه والسكينه على يدك اليمين. باه حفظناها هذا. وعندك هنا عندك هذه الفرشيطه اللي تابعه لوكوتو باش تاكل بيه اللحم ولا باش تاكل بيه ديجا تلقاهم ساهلين مدام راقيه هكا وهذا على يد اليمين وهذا على يد اليسار دونك السكينه والفرشيطه وعندك من بعد هذه الفرشيطه هذه هي تابعه هذه شنو هي هذه سي لوكوتو دو بواسون نتاع الحوت عندك ما تاكلش الفرشيطه نتاع اللحم وتاكل بها من بعد الحوت لازمك تاكل الكوفير نتاع اللحم وحده هاكا تشوفيه ومن بعد تلقى المغرفه نتاع السوب وتلقى هذا الكوفير دو بواسون. باهي وانت ديجا مدام راقيه كان نتذكروا الساده اللي يسمعوا فينا واللي يشوفوا فينا انت ديجا في المنيو نتاع راس العام عملت لنا اكل حوته اللي في البات فويتي في البات فويتي دونك هذايا كيفاش ناكلوها الحوته نتاعنا ديجا الحوته انت ديجا قلت لي نقسموها ومعناها جوست معناها ما تستحق حتى شيء جوست بالفرشيه تحلي وتعملها وتلحوات نتاعك وتنحي الفيلي وتخدم انت قلت لك عمل باترون حتى الصغار يعملوا حوته كل واحد يعمل حوته كما يحب هو وتقص عليها انت البات فويتي وتعملها تحطها في الفور تاخذ الفيلي دو بواسون ليجيرمون دوري ا بوال بريف ومن بعد تحطه فوقك الحوته تعملوا شويه سبناخ وشويه هكا ريغوتا شويه جبن وتحطها في الكوشه ومن بعد بور سيرفير هذوما ناكلوا بهم هذوما نتاع الحوته اون جينيرال يفو با ميلونجي معناها بيان سور نتاع de viande avec le couvert de poisson. باهي دونك اذا كان باش ناكلوا اللحم دونك هذه توفى المهمه نتاعهم ومن بعد نجيو لهذوما لا سوب لا سوب ديما
في التوي ولا المزيانين ولا لي غران تابل هذوما لي تابلوت كيف نحطوا كل شيء معناها سي تري امبورطون دو ميتر نعرفش كي يصور دو ميتر الكوتو عندك البوز كوتو بالبوز كوتو لازم ديما البوز كوتو علاش يا باش واحد يقص ولا حاجه بعد يحط ديما تقعد الناط نتاعك تقعد مزيانه لا 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 ميزون بلاس مزيانه كل شيء قريت حسابهم انا هذيك هي طاولتنا هكا يلزمها تتحط يلزمها تكون هكا ويلزمها تتحط هكا دون لي غون زوتيل وكل شيء هكا معناه يلزم واحد يعمل طاوله هكا عندك السكينه هذه علاش السكينه الصغيرونه هذه هذيك سي بور لو ديسير ديسير هذيك باش تقشر برقدينه باش تقشر تفاحه باش تقشر كعبه مدينه هي والذيه فورشيت هذيك الفورشيت هذيك سي لو فورشيت تاع الجاتو تاع الجاتو تاع الجاتو تاع الجاتو وعندنا زاده المغارف الصغيرات بالكل الرمان ولا بشكل حاجه معناها تاع الديسير ديسير دي لهنا قاعدين نشوفوا فما دو كو فما دو كوب دو فير شو مال كوب دو فير هذوما يا ارو ريت هذايا هذيا ديما احنا نشربوا فيه الماء اللي اكبر الكبير هذيا الكبير نشربوا فيه الماء والصغيرون هذيا كوكا سيترونات جو اي حاجه مش نشربوها بيان سور بخلاف الماء ما نجموش نشربوا الماء والسيترونات والكوكا فرد كيس معنا ديما نحاولوا باش نشربوا الماء وحده الماء واللي يمشي الجو وحدهم واضح هذوما هذوما لي بتيت زاسيت ديما سي بور لو با ديما نحطوا كل واحد نحطوا له قدامه الصحن نتاعو هذاك وقت اللي انا هذا لو كوربيا بان شفتوا هذا كوربيا بان مازال ما قصيناش الخبز مازال بكري يعني بيان سور مازال بكري بعد ما يتقص الخبز نمدوا للضيف الخبز وكل واحد ياخذ قدمه الخبز نتاعو يحطها في الصحن ما يتحطش الخبز على الناب دي ما يتحطش ديريكتومون على الناب لازم يتحط سور لي بتيت زاسيت هذا سي لا دو لا تابل فهمتني بيان سور هذا نتاع البلا برينسيبال هذا نتاع البلا برينسيبال مثلا احنا عندنا مرقه حلوه فهمتني باش نعملوها هذيك المرقه الحلوه باش تحط فيها هذو بور سيرفير هذوما لي هذه بور سيرفير اللحم نتاع المرقه هذه لا صوص نزو بها الصوص واضح اي هذا نتاع السوب بيان سور نتاع لونتري هذيك لونطري بي هذوما على هذو اللي شو قصوا بهم البولي البولي ولا الداند تاع الترس العام هذا باش نزو به تارت وتاجين توريهم لنا مع بعضنا ها هما هذا نتاع التارت والطاجين هذا اللي وريتنا الكتل الكبير هذا اللي احنا باش نقصوا به ديجا مع الفرشيت هذا اللي باش نقصوا بها الدجاج والا الداند تاعنا على حسب شنو طيبتوا نتوما نهار راس العام وهذا باش نزو به الجاتو هكا ولا هذيك تاع الجاتو نتاع الجاتو نتاع كان باش نزو طاجين كان باش نزو معناها انت وشنو المنيو اللي مطيبته نهار هذا بيان سور تستحق شنو مال كوفير اللي تستحقهم به لهنا القمصان نتاع الماء هذوما القماص ترونسبارون ديما نحطوا فيهم لي جو لي ولا جو دورانج لي ترونسبارون نحطوا فيهم اون جين يبداو بالار معناها هما وعلاش هما نعملوا باش تشوف انت مثلا تقولها انت تحب جو دورانج ولا تحب سيترونات تبدا عندك انت مازلنا تو ما عبيناش بيان سور هذاك القمصان نتاع الماء القمصان الكبير هذاك نخليوه للماء بيان سور وهذه هي طاولتنا طاولتنا نتاع ليلة راس العام ما شاء الله عليها تحفونة مزيانة العشاء نتاعنا قاعد يطيب الضيف نتاعنا مازالوا ما جاوش اون اتوندون حتى يجيو الضيف نتاعنا بالطبيعة دو بريفيرونس معناها كي يجيو الضيف تبدا الطاولة هكا فارغة تبدا هكا فارغة وعندنا شكون يسرد بيهم ويحط لهم وهذه هي طاولتنا نتاع هذه الطاولة نتاع ليلة راس العام ان شاء الله نتمناو بون اني ان شاء الله عام سعيد مبارك عن الناس الكل شكرا لك مدام راقية عضيفة ديما انت مونستنا وديما متأنقة ومتألقة شكرا لك هذه هي أعزائنا المستمعين وأعزائنا المشاهدين الطاولة متاعنا كما كنتوا تشوفوا طاولة متاع ليلة ريفيون متاع ليلة راس العام تلقاوها ان شاء الله على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياة فيهم شكرا لكم مرة اخرى وان شاء الله عام سعيد للناس الكل